ومن بعد ما حطت صوتها على أكثر من شارة لمسلسلات رمضان بالسنوات الماضية، هالسنة بتغني نانسي عجرم تتر مسلسل جوليا اللي من بطولة ماجي بوغصن، قيس الشيخ نجيب وجيسي عبدو. وهالعمل تتعاون فيه نانسي مع زياد برجي اللي سبق وتعاونت معاه بأغنية خراب بيوت. الصور اللي تجمع نانسي عجرم مع زياد برجي وأبطال العمل انتشرت على السوشيال ميديا. خليني أسألك، إن هاي السنة حضرتك مشاركة برمضان بتتر مسلسل رح نشوفه صح؟ فبتحكينا شوي عن الغنية. هل المسلسل اسمه جوليا والأغنية اسمها عم بتغير، وأغنية رومانسية بس بذات الوقت إيقاعية. طبعا ابطال المسلسل ماجي بغصن وكايس اجوا على استوديو شاركونا هيك الجو وحضورهم الحلو، وهي اغنيه من كلمات احمد ماضي والحان زياد برجي وتوزيع احمد ابراهيم.